اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينب طعم البيوت. هتكونوا معايا انا وزميلتي العزيزه عبير عبد الوهاب على مدار ساعه ونص. اهلا بيكي يا عبير. اهلا بيكي يا تغريد، سعيده بوجودي معاكي النهارده وبرحب بكل مشاهدينا، وان شاء الله فقراتنا تحوز رضا واعجاب كل اللي بيتابعونا. تعالوا نشوف كده مع تغريد اولى فقراتنا هتكون عن ايه. اولى فقراتنا فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن المراه المصريه في حياه كريمه او بالحياه الكريمه في الجمهوريه الجديده، وهنتكلم طبعا عن الحياه دي من خلال المبادرات الرئاسية العديدة اللي بتدعم صحة المرأة، بتدعم المسكن الجيد، بتدعم التعليم، مجالات كتيرة جدا هنتكلم فيها من خلال فقرتنا الأولى. معاك إيه يا عبير؟ جميل. الحقيقة فقرتي الحوارية النهاردة هتكون برضو في إطار الجهود اللي بتبذلها الدولة لخدمة المواطنين والتقديم رعاية جيدة للمواطنين. فكرة الغذاء الآمن، الدولة بمؤسساتها بتولي اهتمام كبير جدا لتقديم الغذاء، يعني في ظل الأزمة العالمية اللي احنا شايفينها. احنا الحمد لله مصر دايما يعني مليفة، الحمد لله عندنا الغذاء بتاعنا. فكرة توفير الغذاء الآمن هو ده هيكون مناقشتنا النهاردة وموضوعنا النهاردة. الغذاء الآمن ده مسؤولية مين؟ هو مش مسؤولية فرد ولا مسؤولية هيئة ولا مؤسسة واحدة فقط، ولكن هنشوف قد إيه إن هو مسؤولية بتبدأ من مكان وبتنتهي بالمواطن نفسه اللي بيستهلك الغذاء. إيه هو الغذاء الآمن وإيه هو الغذاء الأورجانيك اللي احنا بنسمع عنه؟ هل طبيعي إن احنا يعني كلنا نبقى عايزين نستخدم الغذاء الاورجانيك دوت؟ هنعرف تفاصيل كتيره ان شاء الله من خلال فقرتنا. ده موضوع حلو قوي يا عبير، لانه بيعلي المناعه كمان جدا. بالظبط طبعا. لكن كمان فقرتنا هتكون كمان مرتبطه بالغذاء، لان احنا هنتكلم عن الطفل وهنتكلم على التربيه الماليه للاطفال، ازاي ان احنا نعودهم على قيمه المال، ازاي ان هم يتحكموا مثلا في مصروفهم، ازاي يقدروا ان هم يعملوا يعني كنترول كده على متطلباتهم والاولويات يحددوه هم اطفال. ده كله هنعرفه في فقرتنا. حاجه مهمه، احنا زمان واحنا صغيرين كان عندنا الحصاله، ما اعرفش الحصاله راحت فين دلوقتي. زمان كنا بنحط كوينز، دلوقتي مش بيرضوا يحطوا كوينز يعني الاطفال. طيب احنا كالعاده كل يوم عندنا فقره المطبخ، والنهارده منورانا الشيف جيهان احمد. تعالوا نشوف كده هتعمل لنا ايه النهارده. ازيك يا شيف؟ انا وسهلا. ايه اخبارك؟ الحمد لله. هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل فته شاورما. تمام. وهنعمل الحلو عيش صايه بالفواكه المجففه. حلو قوي ده. جميل. حاجات حلوه، حاجات مفيده جدا. خلاص هنتابعك انا وتغريد ان شاء الله طول الحلقه. سيبك تبتدي ان شاء الله الاسرار كلها. هنعرف كل الاسرار الخاصه بالعيش السرايا ده، حاجه حلوه قوي بتبقى جميله يعني. جدا. نشوف كده فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نبتدي اولى فقراتنا مع تغريد. خليكم معنا مشاهدينا، زينه بطعم البيوت. حياه كريمه للمراه المصريه في الجمهوريه الجديده، ده عنوان فقرتنا. هنتكلم عن العديد من الموضوعات اللي ليها علاقه بالحفاظ على المراه المصريه من خلال المبادرات الرئاسيه المختلفه، سواء بنتكلم على الصحه، بنتكلم على المسكن، بنتكلم على حياه كريمه، بنتكلم على تكافل وكرامه. كل ده هنناقشه من خلال فقرتنا مع الكاتبه الصحفيه والباحثه في العلوم السياسيه الدكتوره غاده جابر. اهلا وسهلا بيكي دكتوره، منورانا ومشرفانا. انا سعيده جدا معاكي. خلينا نبدا، يعني دايما احنا بنتكلم على انه المراه المصريه الحقيقه نقدر نقول ان هي عايشه العصر الذهبي. بنتكلم على انه الحياه كريمه بالنسبه لها متوفره من خلال القياده السياسيه، ان هي بتدعمها في مجالات كتيره. نتكلم على اكتر من مبادره، منها حياه كريمه، ممكن نتكلم عليها في البدايه. طبعا منذ عام 2014 ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسه الجمهوريه، ونحن نشهد دائما طفرات في جميع مجالات الحياه التي تخص المواطن المصري وبالاخص المراه المصريه، فهي كل يوم فعلا بتشهد المزيد من الإضافة للقيمة، كالقيمة المرأة المصرية الإنسانة والتي تستطيع أن تعطي للمجتمع إضافة حقيقية وأن تنتج الكثير من الإضافات القوية للمجتمع المصري. يعني هنبدأ يعني فلنبدأ من التعديلات الدستورية التي كان لها بند أساسي للمرأة المصرية، كان بيخص تعديل أن المرأة المصرية لها 25% من مقاعد البرلمان، بالإضافة أن لها الحق أن يكون لها مقاعد أخرى في الانتخابات الفردية. إضافات قوية جدا للمرأة المصرية. شاهدنا في عصر يعني على مدار 8 سنوات وجود 8 وزيرات في القيادة السياسية. شاهدنا العديد من تعيينات القاضيات المصريات في مجلس الدولة. يعني طفرات يعني الحقيقة كل يوم بتزيد للمرأة المصرية إضافة قوية ليها.
بنشهدها يوما بعد يوم، وده طبعا من أهم البنود الأساسية من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة حقيقية وإلى التنمية الشاملة التي تشهدها مصر يوما بعد يوم، والاستمرار في مسيرة التنمية رغم ما نعاني من أزمات ورغم ما نواجههم التحديات. لكن من أهم بنود التنمية المستدامة ومن أهم البنود التي تصل إليها مصر في 2030 هي أن تصل المرأة المصرية إلى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المجالات، وده إحنا بنشهده يوم بعد يوم الحقيقة في جميع الخطوات أكيد. في الدولة المصرية أكيد. دكتورة غدا، يمكن إحنا بنتكلم على أكتر من جانب، بنتكلم على أنه يعني بنيان الإنسان من الحاجات المهمة جدا للمرأة، والحقيقة ده تم من خلال العديد من المبادرات للصحة والتعليم الخاص بالمرأة المصرية. نقدر نقول أنه التعليم والصحة هم من أكتر الركائز اللي مرتبطة ببنيان الإنسان. طبعا التعليم والصحة هما جناحي الإنسان المصري، وهما جناحي بناء الكيان المصري اللي هو بالأساس معتمد على الإنسان المصري. والدولة المصرية دائما في يعني في ظل ما نشهده يوما بعد يوم هي بتركز على بناء وتنمية وقدرات هذا الإنسان المصري عشان نقدر فعلا تقوم بمجتمع آمن ومجتمع قوي ومجتمع صلب يستطيع أن ينمو بهذه الدولة القوية. فالتعليم والصحة متوازيان دائما نشهد فيهم تطور دائم وملحوظ. يعني فلنبدأ بالصحة، بدأ في مبادرات عديدة في عهد الرئيس كانت من ضمنها 100 مليون صحة، وأخذت بعدها العديد من المبادرات، مبادرات الصحة من أجل المرأة، الكشف المبكر على الأمراض المرأة الأورام وغيره، الكشف المبكر حتى الأطفال في المدارس لها مبادرات عديدة، الكشف عن التقزم والأنيميا والسمنة، يعني العديد من المبادرات الصحية التي جعلت فعلا المواطن المصري في مرتبة متقدمة بعيد يعني كل البعد عن الأمراض اللي كانت منتشرة. عدد الوفيات في الأطفال أصبح أقل بكثير، عدد الإعمار أصبح أكبر بكثير، وما ننساش أبدا من فيروس سي والقضاء على فيروس سي برضو من ضمن الحملات القوية جدا التي شهدتها الدولة المصرية، وفرت لها تقريبا 4 مليار جنيه سنويا كانوا بيتصرفوا على العلاج من فيروس سي. تم بالفعل معالجة 4.5 مليون مواطن مصري من فيروس سي. تم الحفاظ على 150 ألف مواطن مصري كان سنويا بيدخل في دوامة فيروس سي. كل ده تم القضاء عليه تماما من ضمن مبادرات الصحة ومن أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري. بالنسبة للتعليم، إحنا بنشهد يعني بنشهد يوميا تطورات أيضا في التعليم، منذ بقى يعني آخر التطورات منذ مرحلة رياض الأطفال، أصبح في رياض الأطفال الكثير من الابتكارات وأن يكون الطفل مبدع أكثر. يعني نحن نشهد فترة التعلم أكثر من التعليم، يعني من أجل جيل من أجل خلق جيل يستطيع طبعا. الإبداع، يستطيع العمل، يستطيع أن يواكب التطورات الرهيبة التي تحدث في العالم، ما يكونش الجيل بس ما يعتمد على التلقين وعلى الحفظ، بل يكون له رؤية وأن يكون مبدع وأن يتم تسليط الضوء عليه في النقاط اللي هو بيشوف أنه ممكن يكون تقني أكثر فيها، سواء حرفة أو مهنة أو فن أو غيره. ده المجال الجديد للتعليم في مصر. خلينا ننتقل إلى جزئية مهمة جدا وهي المشروعات القومية الكبرى، وعلى مدار 8 سنوات تم إنجاز العديد من المشروعات اللي بتنعكس بشكل إيجابي جدا على المواطن المصري والمرأة بشكل خاص. لكن الحقيقة كل المشروعات دي لم تتم في خلال 30 عام. خلينا نقول أنه إنعكاس المشروعات القومية بالنسبة للأسرة والمرأة حضرتك شايفاه إزاي؟ فلنبدأ من البنية التحتية في الدولة المصرية. يعني نحن يعني استمرت الدولة المصرية في عدة عقود ان احنا ما عندناش بنية تحتية. كانت بنية تحتية قديمة جدا ما فيش تطوير ابدا فيها، وكان في ناس كتير معترضة ان البنية التحتية ليه بتتم، ليه الكباري، ليه المشروعات. لكن بعد كده فهمنا ان الحاجات دي بتاخدنا لأماكن افضل بكتير جدا للمواطن المصري للدولة المصرية. فلنبدأ بالمواطن المصري. يعني تم انتشال اكتر من 22 مليون مواطن مصري من اماكن عشوائية الى اماكن تليق بالمواطن المصري، من ضمنها حي الاسمرات والعديد من الأحياء البحروسة، يعني العديد من الأحياء التي تمت إنشائها بديلة عن الأماكن العشوائية التي كان يكن بها المواطن المصري. فأصبح دلوقتي هناك أماكن تليق بالمواطن المصري، من ضمنها يعني حي الأسمرات. أنا رحت بنفسي وشفت فيه وشاهدت ما يعني هناك، الحقيقة طفرة جميلة جدا وحاجة تسعدنا قد إيه فعلا المكان نظيف جدا ويعني وشامل كل شيء. يعني هناك المساجد، هناك الكنائس، هناك الأندية، هناك مجالات كثيرة جدا متكامل.
يعني فعلا مكان آمن ومكان بيليق بالمواطن المصري. هناك الكثير من المشاريع، يعني نحن في شهر أغسطس كمان ما ننساش ان احنا كنا بنحتفل قريبا بافتتاح قناة السويس الجديدة السويس. والتي كان لها أثر قوي جدا من توفير فرص عمل وإقامة مشاريع ضخمة على جنبي القناة، وده وفر كتير من فرص العمل وجذب الكثير من الاستثمارات في الخارج. المشاريع الضخمة زي الكباري وزي الإنشاءات الحديثة، ده عمل على جذب كثير من الاستثمارات من الخارج للدولة المصرية. طبعا بيعود على المرأة بإيه، فهناك مبادرات كثيرة من تمكين المرأة اقتصاديا طبعاً. التي زي مبادرة مستورة، مبادرة تمكين المرأة، يعني غيرها بالزبط. من المبادرات التي جعلت المرأة التي تستطيع أن تعمل فتتقدم بالأخذ المساعدات من 4000 إلى 30000، وغير المساعدات القوية من البنوك المصرية التي بتدعم هذه المبادرة، تستطيع أن تعمل في الزراعة، في الصناعة، في الحرف المنزلية. يعني أصبح لها دور قوي، المرأة استطاعت أن تنتج من أي مكان وبدون شروط، سواء ان هي بس عندها القدره والاستطاعه ان هي تعمل وتنتج في الدوله المصريه. ده موضوع كويس جدا. كمان بنضيف لده مبادره تكافل وكرامه، اللي دايما بنقول ان هو بيدعم المراه حتى لو ما عندهاش اي مورد للرزق، فده بيتيح ليها ان هي تعيش حياه كريمه. طبعا تكافل وكرامة من أحد المشاريع القوية جدا جدا التي تتخذها الدولة المصرية، التي تنفق عليها الكثير من المليارات الحقيقة شهريا. بالإضافة اللي كان في يعني في الشهر الماضي تم إطلاق أن يتم ضم أكثر من مليون مواطن آخر، مليون أسرة لتكافل وكرامة. فهذا مشروع ضخم يعني الذي أيضا هدفه إرفاع وإعلاء شأن المواطن المصري. وكمان يعني تكافل الكرامة لها شروط محددة، أن تكون الأسرة بتعلم أبنائها، أن تكون غير يعني الأسر الأكثر احتياجا، يعني لها شروط محددة بتعمل على الدعم الحقيقي للأسر الأكثر احتياجا، وفي نفس الوقت بتدعم الأسرة اللي هي هتستفيد من هذه الدعم أو من هذه المبادرة من أجل أن هي تخلق لي جيل كويس، تخلق لي أبناء متعلمين، تخلق لي أسرة منتجة. فهي لها شروط قوية جدا بتضمن حق الدولة أن هي تنتج لها مواطن صالح، وفي نفس الوقت بتعلو من شأن المواطن إلى حياة كريمة. طب دكتورة غادة، يمكن احنا اتكلمنا على أكتر من جانب، كمان مهم ان احنا نتكلم على التأمين الصحي الشامل اللي بدأ بمحافظة بورسعيد وفيما بعد بيمتد لكل المحافظات. قد ايه ده بينعكس على صحة الأسرة، على صحة المرأة، وبالتالي لما بنتكلم على الصحة يعني بيعني فيما بعد إنتاج. طبعا التأمين الصحي الشامل هو مبادرة يعني سوف تتم على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بدأت بمدن القناة بورسعيد والسويس، ويعني وتم إنشاء يعني من يشهد مباني التأمين الصحي الشامل يعني هيعرف قد إيه هي صرح عظيم جدا جدا، مؤهل بطريقة جيدة جدا من الداخل، من أجهزة طبية وإعدادات قوية وتدريب شامل للستاف كله بقى، سواء التبريد او ما تضمن للمواطن المصري ان هو يلاقي خدمه صحيه تليق بيه. وطبعا يعني الحقيقه اتكلمنا على اكتر من جانب، عن المجال الصحي، على مجال يعني الاتاحه للبرامج الاجتماعيه للمراه وللاسره. ننتقل الى اهم الركائز الخاصه ببناء الانسان المصري وهي التعليم. لما نتكلم على التعليم بنقول انه الدوله الحقيقه اتاحت من خلال التعليم فرص عديده للتنميه ويعني تطوير التعليم، من حيث انشاء العديد من المدارس والجامعات الجديده والكليات وايضا متطلبات سوق العمل. طبعا يعني احنا شاهدنا في السنين اللي فاتت ان كان في اطلاق العديد من الجامعات الاهليه، اطلاق العديد من المدارس المختلفه سواء المدارس الصينيه او التكنولوجيه او المدارس التي تخص كل منطقه، يعني اصبح هناك توطين في التعليم، يعني كل محافظة أصبح لها النهج الخاص بها في منهجية التعليم، يعني محافظة بها شركات أصبح هناك من يدعم هذه الشركات من مدارس تدريبية علشان الجيل اللي يطلع يقدر يشتغل في هذه الشركات، فأصبح التعليم أيضا له توطين على مستوى المحافظات. يعني هي طفرة حقيقية في التعليم، جايز الناس هتاخد وقت عقبال ما تبتدي تستوعب التغيير في النمط التعليم في مصر، لأن زي ما قلنا إن احنا بنتجه للتعلم مش للتعليم، بنتجه للإبداع، بنتجه لأن يكون في إنتاج. لان احنا دلوقتي خلاص في ظل الازمات اللي بتشاهدها مصر وبتشاهدها العالم كله، احنا عايزين مواطن يقدر ان هو ينتج، يقدر ان هو يضيف للمجتمع، ما يبقاش مجرد ان هو يحفظ كتب وما يفيدش بيها المجتمع او ما ينتجش بيها فكره او ابداع جديد، يكون في اضافه. صحيح.
بيفيد نفسه ويفيد الدوله كمان. صحيح. فطبعا انشاء او اطلاق الجامعات الاهليه في بالزبط. في جميع محافظات مصر بتخصصات جديده يعني بيحتاجها فعلا سوق العمل. احنا دلوقتي كله بيتجه الى التقنيه التكنولوجيه والى الربط الالكتروني والى يعني كل ده اتجاه العالم واتجاه الدوله المصريه ايضا. فنحن يعني نتحول الى الرقمنه والحوكمه وغيره من المصطلحات التي يعني بتحتاج الى جيل يستطيع ان يبدع وان ينتج وان يكون على درايه كامله بهذه العلوم التي بيحتاجها العالم في ظل التطورات المذهله اللي بنشوفها كل يوم. يعني الحقيقه احنا شايفين ان الدوله مدعمه جدا للمراه المصريه وساعدتها ان هي تواجه العديد من التحديات. حضرتك شايفه انه المراه من خلال الدوله ومساندتها والعديد واطلاق العديد من المبادرات بينعكس بشكل ايجابي على اسرتها، نقدر نقول في الى اي مدى بينعكس ده على اسرتها؟ هو انا دايما يعني ليا وجهه نظر في كل حديثي بقول ان السيده هي المسؤوله عن ان هي تنشئ جيل كامل للدوله المصريه. هي المسؤوله عن اولادها وهي مسؤوله عن زوجها وعن بيتها وعن اخواتها. يعني انا شايفه ان السيده وكلنا طبعا عارفين ده ان السيده هي العنصر الاساسي والمؤثر في المجتمع المصري. فاذا استطاعت ان تنشئ اسره قويه وجيل قوي واسره متماسكه واسره بتعرف الحقيقه بتعرف العلوم المعرفه الثقافه فكده بنقدر نوصل ان احنا فعلا نسيج مجتمع واحد ونسيج مجتمع قوي يقدر فعلا يبني معانا الدولة المصرية ويمشي في الاتجاه اللي الدولة المصرية ماشية فيه اللي هي التنمية. فطبعا المرأة عندما تستفيد من المبادرات من ثقافة من تعليم من صحة من ده بيؤدي إلى تنمية العقل المرأة المصرية. بينعكس على تعاملها مع الأولاد مع كل شيء يعني هي تعاملها مع المجتمع بأكمله ودائما سيادة الرئيس بيشيد بدور المرأة ودائما بيضيف إلى قدرات المرأة المصرية وبيحملها الكثير من المسؤولية وفي كل مرة بتثبت المرأة المصرية أن هي قدر المسؤولية بل بالعكس دائما الرئيس في أحاديثه بيشيد بدور المرأة وبقوتها وبأن هي قد إيه تتحمل المسؤولية. ما فيش يعني لأن فعلا السيدة لما بتتحط في مكان بتحاول أن هي تثبت نفسها على قد ما تقدر وبتثبت نفسها بجدارة في المكان اللي بتعمل فيه. فطبعا بنبدأ من الأسرة. هي دورها في الأسرة بيبقى الدور الأقوى والأول والأساسي في بناء الأسرة المصرية ومنها طبعا بيبقى نسيج مجتمعي قوي. وبرضو زي ما بيستشهد دايما سيادة الرئيس بيقول طول ما احنا المجتمع المصري من جوه متماسك ومجتمع قوي وما عندناش اختلافات فكده الدوله المصريه تفضل قويه لانها اهم حاجه البيئه الداخليه للدوله وده اللي بيكون مسؤول عنه رقم واحد السيده المصريه. حضرتك شايفه انه وجود المراه في مناصب قياديه ده طبعا بيعزز من شان المراه على مستوى العالم كمان. بنقدر نقول انه الدوله اتاحت ليها فرصه ان هي تكون يعني في عدد كبير من المناصب المختلفه القياديه، محافظه، رئيسه جامعه، نائبه في البرلمان، وزيرة، يعني ده كله بيدعم يعني المرأة بمختلف وجهات النظر. بنجد ان ده بينعكس على المجتمع ان هو بيثبت ان المرأة قديرة وجديرة بهذا المكان. طبعا يعني يوميا زي ما حضرتك ذكرتي المرأة بتتطلع لمراكز قيادية ومراكز قيادية مسؤولة بقوة يعني وزيرة، نائب محافظ، محافظ، قاضية، العديد والعديد من المسؤوليات التي بتقع عليها عاتق المرأة المصرية وبتثبت قد إيه إن هي جديرة بهذه المسؤولية. بل بالعكس كمان يعني أثبتت وجودها أكثر من جايز أماكن رجال كانوا في نفس المكان ما أثبتوش نفس الجدارة التي أثبتت فيها جدارتها المرأة المصرية. فهي دائما عندها عاتق تحمل المسؤولية وإثبات الذات. وبطبيعة المرأة ان هي بتميل الى السلم والى الامن الاجتماعي. بيكون افكارها دائما بناءة وافكارها دائما بتاخذنا الى التنمية. علشان كده جايز المرأة في كل مكان بتتولى فيه قيادة فعلا بتقدر تثبت وجودها بقوة. نقول ان هي بتعيش العصر الذهبي. طبعا اكيد. انا بشكر حضرتك جدا الكاتبه الصحفيه والباحثه الدكتوره غاده جابر باحثه في العلوم السياسيه. حضرتك نورتينا وشرفتينا.